وهي صراحة دي مأساة إنسانية عاشها الشعب التركي والسوري. شفنا فيديوهات وشفت تصاور، قلبي وجعني. كنت منا الله يرحم جميع الموتى وإن شاء الله ينقذون أغلبية ديال الناس إن شاء الله الرحمن الرحيم، والله يفوج عليهم. بهذه المناسبة كنقول إن لله وإن إليه راجعون. زعمك هذا المصاب هذا جلل وصعب، وزعمك صعب أن الإنسان يقدر يهضر عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. كنتمنى لهم يا ربي يرفق بهم ويرفق بهم، وكنتمنى العالم كامل يساعدهم لأن بصح محتاج المساعدة دابا. تعازينا الحارة لجميع العائلات اللي فقدوا أفراد الأسر ديالهم، وحزينين أكيد على هاد الوضع اللي كيعيشوه، وقلبنا معاهم، احنا معاهم بقلبنا، وكنتمنى والله يحد الباس علينا جميع، وإن شاء الله ربي يعوضهم خير هاد الناس اللي فقدوا عائلاتهم، ونتمنى أن ما نزيدوش نفقدوا كثير من الناس، والله يحد علينا الباس. ما شاء الله داكشي كيقطع في القلب، فهمتي؟ داكشي كيقطع في القلب، زعما ما واخا نعيا ما نهضر. الله يصبرهم، وهادشي اللي غنقول الله يحد الباس. الله يلطف بالبشريه كامله كيف ما بغات تكون، البشريه جمع امه محمد كامله كيف ما بغات تكون. الله يرحم الناس اللي ماتوا، وربي يدير الخير مع الناس اللي باقيين كيتعذبوا مساكن. داكشي كيضر في الخاطر بزاف، كيألم بزاف. ربي كبير، ربي كبير، هذا غير هذا امتحان من عند سيدي ربي وغادي يدوز. كنتمنى يا ربي ترحم الناس اللي ماتوا، وكنتمنى اللي جاي يكون احسن، والله يلطف بينا جميعا، هذا هو اللي كاين. الصراحه بقى في الحال بزاف، واقدار ومكاتب زعما صراحه. الله يرحم الموتى والله يشفي الناس الجرحى. تلقيت الخبر صراحه بواحد الصدمه، كيف ما تصدموا بزاف ديال الناس، فاش غنقول لك الله يلطف بهم والله يلطف بينا. وهذا ما كان لا الناس ديال تركيا ولا الناس ديال سوريا. الله يحفظنا، الله يحفظنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.